مرحبا ويسعد مساكم يا رب. شو رأيكم اليوم نحضر أطيب وأخف وصفة دبابيس فروج مع البطاطا الوجز وبأسهل طريقة بالقلاية الهوائية؟ بالبداية رح نجيب دبابيس الدجاج ونضيف عليهم التتبيلة. التتبيلة رح تكون هي ملعقة دبس بندورة وشوية توابل أنتو بتحبوها. أنا بالنسبة إلي ضفت ملح وكمون وزنجبيل وفلفل أسود وهيل وكزبرة وثوم بودرة وبصل بودرة. آخر شي ضفت شوية زيت زيتون وعصير ليموني. وبعد مرور حوالي نص ساعة منغلف قطع الدبابيس كتير منيح بورقة زبدة وورقة سيلوفان ومنجهزن على الشوي ليصيروا بهذا الشكل. طبعا فيكم تشوهم بالفرن أو بالقلاية الهوائية، بس اللي متوفر عنده القلاية الهوائية بيكون أفضل وبيعطي نتيجة أسرع. وهلا منحط بالقلاية الهوائية حوالي 20 دقيقة على درجة حرارة 200. هلا منشيل السلوفان عن الدبابيس حتى ينشوى الوجه ويتحمص تماما. هلا صار وقت تحضير البطاطا الويدجز. منجيب البطاطا ومنقطعين على شكل أصابع بهذا الحجم لحتى يطلعوا كريسبي من برا وطرية من جوا. وبعد ما قطعنا كمية البطاطا فيكم تضيفوا البهارات اللي بتحبوها. أنا ضفت تشكيلة بهارات هكتبلكن إياها بصندوق الوصف. بعد ما تبلتين بضيف ملعقة نشا لحتى تعطي الملمس الكريسبي من برا. وهلا رح نسوي البطاطا، مندخلها على القلاية على درجة حرارة 180 لمدة من 15 إلى 20 دقيقة. وبعدها شوفوا قديش هي كريسبي والريحة بتجنن، خرافية. هيك بنكون حضرنا وصفة دبابيس مع البطاطا الويدجز وبدون قلي أو دهون زيادة وخفيفة على الآخر. هيك بنكون جمعنا بين الأكل الصحي وبدون ما نحرم حالنا أي وصفة. اكتبولي بالتعليقات إذا عم تحبوا سلسلة الأكل الصحي، وألف صحة وعوافي يا رب.